السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن احنا بنوثق هذا الفيديو عشان نوضح لعملائنا الفرق ما بين اللينير سلود ديفيوزر واللينير بار جريل. طبعا اللينير سلود ديفيوزر زي ما احنا شايفين هنا في السقف ده بمنتهى البساطة جدا، في حالة وجود السقف عندنا فلات سلاب تماما بنركب جريلات بهذا الشكل، وده شكلها بيتم فتح جريلات السبلاي وجريلات الريترن، وده طبعا نموذج تاني للمكان بعد تركيب الجريلات. فبمنتهى البساطة جدا انه ده السقف الفلات سلاب تماما، وده عندنا هنا السقف لما يكون عندنا لينير بار جريل. في بعض العملاء يحبوا ان السقف يكون عندهم فلات سلاب، وبعض العملاء التانيين يكون عندهم نازلين من الجوانب وطالعين من الاعلى تحديدا لو الارتفاع عايزين يحافظوا على ارتفاع المكان. وبالتالي لو نلاحظ هنا في الجريلات تم عمل جريلات جانبية لينير سلود ديفيوزر سبلاي في هذا الطرف، وبيكون الطرف الثاني جريلات الريترن، وده على حسب الديكور الخاص بالعميل. فاحنا بنشتغل بشكل كبير جدا في مشاريعنا بناء على المخطط الديكوري الخاص بكل مشروع، وطبعا المثل بيقول لولا اختلفت الاذواق لبارت السلع، وبالتالي احنا بنشتغل في جميع الكفاءه التبريديه لكل مكان. طيب في بعض العملاء يقول لي يا مهندس علاء ايه الافضل ككفاءه تبريديه؟ بنقول لهم مش هتفرق على الاطلاق، لانه كميه الهواء واحده وكميه السي اف ام ثابته، سواء بيكون لينير بار جريل جانبي او سواء بيكون فلات سلاب، وبالتالي ده مش هيفرق بشكل كبير جدا في الكفاءة التبريدية، ولكن هيفرق معاك انت كعميل في المخطط الديكوري والتنسيق بشكل كبير جدا.